السلام عليكم ورحمة الله. دیکھتا یہ ویڈیو بہت غلط آدمی ہے اگر چلایا گھری لک یہ غلط ہے کیوں غلط ہے اگر مشکل ہے گھری گر گیا اور اگر تم بلڈ پریشر ہے شگر ہے کوما ہو گیا تم کیا کرے گا کون سا آدمی کھولے گا تمہارا دروازہ ہے A lot of people, they lock the door, which is wrong. You should always keep the door open, except when you are having your children with you, or otherwise all the doors open. Emergency happen, tum kya karega? What you will do? Who will open to the door for you? How you will save you? Who will save you if it is locked? In the night, yes, you can lock the door. Sham, lock darwaza hai. Kyun? Ek aadmi chori karega. Fair, lazim, darwaza. Lock karo, akela tumhara darwaza hai. Akela tumhara darwaza kholega. Inshallah, maloom hai, fayda hai. فولو کرو ہمارا یوٹیوب اور ٹک ٹاک اتمنى الرسالة وضحت حق الجميع اذا لا تقفل باب سيارتك حق اي امرجنسي حق اي طارئ لا سمح الله صادك ضغط او هبوط فمن السهل ان الواحد يفتح الباب وينقذك ودونك على المستشفى لا سمح الله فاذا قفلت البيبان ما حد راح ينقذ حياتك وقفل البيبان في بعض الحالات بالليل آخر الليل من عقب 11 و 12 هاي أقفل البيبان وإذا كانوا معي أطفال أقفل البيبان أتمنى رسالة واضحة حق الجميع ويعطيكم العافية لطفا متابعتي على اليوتيوب وشكرا معاكم عبد الخالق الخاجر